تعال نكمل كلامنا ونقول في درجات الحرارة المنخفضة ايه اللي بيكون حالة البلورة او اشباه الموصلات في درجات الحرارة المنخفضة، ايه اللي بيحصل خاصة عند الصفر كلفن؟ بتكون الروابط دي كلها زي ما انت شايف كلها سليمة كده، روابط سليمة، الروابط كلها بتكون بين ذرات سليمة، ولا توجد الكترونات حرة، يعني كأن البلورة اللي قدامنا دي عازلة، بلورة عازلة. يبقى ليه؟ لأن المسافات البينية الروابط سليمة، مفيش الكترونات حرة اللي هي السبب في مرور التيار الكهربي، مفيش الكترونات حرة. طب تعالى نشوف بقى لو احنا رفعنا درجة الحرارة، وبالذات يجيلك أسئلة كتير يقولك البلورة ديت بلورة السيليكون في ناقص 273 صفر، اللي هو الصفر المطلق اللي هي صفر كلفن، هل بتبقى حالتها ايه؟ بتبقى رديئة التوصيل الكهربي او عازلة. ليه عازلة؟ لان كل الروابط سليمة، وكل الروابط بين الروابط بتاعتها سليمة، وما فيش الكترونات حرة. يبقى احنا اتكلمنا في درجات الحرارة المنخفضة، هنتكلم في درجات الحرارة المرتفعة، هنرفع بقى درجة الحرارة بتاعت البلور السيليكون. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيحصل لما نرفع درجة الحرارة البلورة دي تتعرض لدرجة حرارة عالية؟ هنشوف ايه اللي هيحصل بالرسم. ادي حرارة، طاقة حرارية، ادي رابطة تساهمية بين البلورة واحدة تانية جارتها كاتبين بلاس فور اهو، ومرسمين رسم مبسط اربع الكترونات واربع الكترونات. يحصل ايه؟ تنكسر الرابطة دي ويتحرر ويخرج الكترون نتيجة الطاقة الحرارية دي. كسر الرابطة يحتاج طاقة، الطاقة دي هي طاقة حرارية، ويتحول الالكترون ده لالكترون حر، وتبقى فيه فجوة هنا، فجوة مكان الالكترون. الالكترون ده هينطلق يروح فين؟ هيروح في البلورة، والفجوة دي في الروابط، هتبقى فيه فجوة في الروابط. وكل ما اسخن ارفع درجة الحرارة يحصل ايه؟ تزيد عدد الفجوات. وادي شكل كده البلورة، نقول كده الكلام ده بشكل منتظم، انا عايز التزم، ده من كتاب الوزارة، عايز التزم بيه علشان الباب ده 90% او 99% من الكلام اللي فيه نظري، لازم يعتمد على الفهم، ومش هنقعد نشتتك ونلزمك بكلام انا اقوله لك وتلاقي في كتاب الوزارة كلام قريب منه فتتشتت. لا، الكلام هو من كتاب الوزارة. تنكسر بعض الروابط فتنطلق بعض الالكترونات من الرابطة، تصبح الالكترونات حرة، ويترك هذا الالكترون وراءه مكانا فارغا في الرابطة المكسورة، ويعبر عنه بالفجوة التي كان الالكترون يشغلها، دي اسمها فجوة. فده يقول لي، ممكن يجي لي سؤال ايه هي الفجوة، او ممكن يجي لي في اكتب المصطلح العلمي يعرف لي الفجوة ويقول لي ايه هي، اقول له انا الفجوة تعبر عن مكان فارغ يتركه الالكترون، طبعا شحنته بتبقى موجبة، لان هو كان هنا في الالكترون سالب فانطلق بقت دي شحنة موجبة، في رابطة مكسورة في بلورة شبه الموصل، في بلورة شبه الموصل. كلما زادت درجة الحرارة كسرت روابط اكتر، شايف اهي رابطة مكسورة، رابطة مكسورة، الكترون ينطلق ورابطة ساب فجوة اهي، ودي فجوة اهي، والكترون خرج والكترون فجوة تاني، والكترون هنا جه مكان فجوة. يعني هنشوف حكاية الفجوات وترتيبها ايه. ادي الكترون انطلق، وادي الكترون انطلق، وادي الكترون جاي بيسكن، مش بينطلق هنا بقى، جاي بيسكن مكان فجوة. يعني ايه؟ يعني هنا رابطة اتكسرت، هنا رابطة اتكسرت، هنا رابطة اتكسرت، وفجوة والكترون، هنا بقى الكترون راح مكان فجوة كانت رابطة مكسورة، هنا برضك الكترون راح مكان فجوة. هنفهم الكلام ده، دي طاقة حرارية، كلما زادت درجة حرارة كسرت روابط اكتر. حتة دي مهمة، يقولك ايه؟ ولأن الذرة متعادلة فإن غياب إلكترون عن الذرة يعني ظهور شحنة موجبة، ولذلك فإن الفجوة تمثل شحنة موجبة. ويلاحظ أننا لا نسمي الذرة إذا كسرت، ده يجيلك سؤال عن ده، ويلاحظ أننا لا نسمى الذرة إذا كسرت أحد روابطها أيونا، برغم ليه؟ ليه الذرة ما تبقاش أيون؟ لأن الفجوة سرعان ما تقتنس إلكترونا آخر. الإجابة ليه ما بتبقاش أيون مع إن هي فقدت إلكترون؟ ليه ما بتعتبرش أيون موجب؟ لان الفجوة سرعان ما تقتنس الكترون اخر، اما من رابطة مجاورة او من الالكترونات الحرة اللي موجودة في البلورة، فتعود الذرة متعادلة كما كانت، وتنتقل الفجوة، وتنتقل الفجوة الى رابطة اخرى، وهكذا. يعني برضك يعني هي الفجوة تفضل الالكترونات تتنقل من فجوة، تيجي الالكترون يروح يكسر من رابطة ينطلق يروح فجوة، وهكذا.
العملية دي تستمر كده. فلذلك لا نسمي الذرة إذا كسرت إيه أحد روابطها أيونا، لأن الفجوة سرعان ما تقتنص إلكترونا آخر إما من رابطة مجاورة أو من الإلكترونات الحرة، فتعود الذرة متعادلة كما كانت وتنتقل الفجوة من رابطة أخرى من رابطة وتنتقل الفجوة إلى رابطة أخرى وهكذا. طب نكمل كلامنا. طب هنزود درجة الحرارة كتير، ايه اللي هيحصل؟ هنزود درجة الحرارة، وكلما زادت درجة الحرارة زاد عدد الالكترونات الحرة وعدد الفجوات، لان طبعا لما بينطلق الكترون بتبقى في مكانه فجوة. مع مراعاة بقى لازم نشوف بقى شيء طبيعي ان عدد الالكترونات الحرة بيساوي عدد الفجوات في حالة السيليكون النقي لما يكون المادة نقية. يبقى لازم نكون عارفين كده ان عدد الالكترونات، لان انا بكسر الرابطة كل الكترون بينطلق بيسيب مكانه فجوة، ولا تظل هذه الزيادة مستمرة، مش هيزيدوا كتير، يعني هتزيد الزيادة هيفضل يزيدوا بما بتقدر درجة، لكن ايه هتيجي عند حاجة معينة كده حيث تصل البلورة الى حالة اسمها الاتزان الديناميكي. ليه ديناميكي؟ لاني عندي ذرة داخلة وذرة خارجة، زي مثلا فصل ليه بابين، الطلبة قاعدين فيه 20، واحد خرج من باب واحد دخل من الباب التاني، العدد يفضل ثابت، واحد خرج واحد جه، واحد خرج واحد جه، ده بنسميه الاتزان الديناميكي عشان فيه حركة، أو يسميه الاتزان الحراري، الاتزان الحراري لأن السبب فيه هي الحرارة، إذ لا تنكسر إلا نسبة ضئيلة من الروابط وفيها يتساوى عدد الروابط المكسورة في الثانية مع عدد الروابط التي يتم تكوينها في الثانية، يعني الروابط اللي بتتكون قد عدد الروابط اللي بتتكسر في الثانية، وبالتالي يفضل عندي وصلنا لحالة اسمها الاتزان الديناميكي أو الاتزان الحراري. وممكن يقول لك عرف الاتزان الديناميكي أو الاتزان الحراري، نقول له الاتزان الديناميكي أو الحراري البلورة السيليكون نقي الحالة التي يكون عندها عدد الروابط المكسورة في الثانية يساوي عدد الروابط المتكونة في الثانية في بلورة شبه الموصل، يبقى عدد الإلكترونات الحرة والفجوات ثابتا لكل درجة حرارة معينة. ده الكلام بالظبط من الايه، ليبقى في النهاية هناك عدد ثابت من لكل درجة حرارة، لكل درجة حرارة. وعلى ذلك فالالكترونات الحرة تمثل النوع الثالث من الالكترونات التي تتحرك. يبقى احنا قلنا كنا في نوعين كلمنا عنهم، نقولهم تاني زيادة تأكيد، الإلكترونات المستويات الداخلية دي ترتبط بشدة، الإلكترونات التكافؤ اللي بره في المستوى الخارجي دي تتحرك بحرية أكثر خلال المسافات البينية، والإلكترونات الحرة تتحرك حركة عشوائية محدودة بحيز أكبر وهو البلورة، وهو ده النوع الثالث للإلكترونات التي تتحرك وهي مقيدة ولكن في حيز أكبر هو البلورة ذاتها ويحدها سطح البلورة. طب احنا بقى هنحتاج ايه عشان نكسرها هي كمان يعني، ويحتاج كسر الرابطة الى حد ادنى من الطاقة، اي رابطة بقى هنتكلم ده كلام عام على الرابطة في البلورة، يحتاج كسر الرابطة الرابطة التساهمية يعني الى حد ادنى من الطاقة، او اما على صورة طاقة حرارية او طاقة ضوئية، وفي حالة التئام لما بتيجي تلتئم يعني الفجوة تتملي بالكترون يحصل ايه؟ تنطلق الطاقة في شكل طاقة حرارية او ضوئية، يعني لما بيجي الالكترون يخش في الفجوة عشان يحصل التئام للرابطة بتنطلق طاقة في على شكل طاقة حرارية أو ضوئية. حتة مهمة برضك عشان يبقى خلصنا هذا الموضوع، تتحرك الفجوات عشوائيا بين الروابط، وكما يتحرك الإلكترون حركة عشوائية تتحرك أيضا الفجوات حركة عشوائية، حيث تتجه حركة الإلكترونات داخل الروابط لملء الفراغات اللي هي الفجوات التي تنشأ عن كسر الروابط عشوائي، بيشوف اقرب حاجه ليه ويبدا ايه. وكذلك الالكترون بيتحرك حركه عشوائيه، يعني الالكترون انكسر ينطلق ويروح هو كمان يملى فجوه، فبالتالي الفجوات بتتملي بتتحرك، الاثنين بيتحركوا لان ده بيخرج وده زي فصل. هنتخيل ان الفصل، فكره الفصل ده، طالب قام خرج، طالب جه قعد مكانه، طالب قام خرج، لو فرضنا خمسه هيخرجوا خمسه هيجوا، خمسة هيخرجوا من أماكن، خمس أماكن هتفضى في الثانية، هي عملية الاتزان الديناميكي أو الاتزان الحراري، وخمسة هيجي يقعدوا مكانهم في الثانية التانية، وده اسمه الاتزان زي ما اتفقنا، حالة الاتزان الديناميكي أو الاتزان الحراري، وعكس بعض، واحد داخل واحد خارج. عشان كده بقول حركة الفجوات تكافئ حركة الإلكترونات داخل روابطها في اتجاه عكسي، صح؟ زي ما اديتك مثال الفصل ده، دي خارجة دي داخلة، يعني كل واحد بيفضل التاني بيتملي عكسه بعض، عند درجة حرارة معينة يظل عدد الإلكترونات الحرة والفجوات
الحرة ثابتة، يعني هما الدرجة درجة الحرارة بتبدأ تزيد، يبتدوا هما يزيدوا بالتدريج عند درجة معينة يبتدوا يثبتوا، يعني ده الاتزان الحراري أو الاتزان الديناميكي. وزي ما سبق واتكلمنا إن هناك إيه، في عندي تلات أنواع من الإلكترونات قلنا عليهم، أدي وقلناهم كذا مرة مكتوبين أهم عشان اللي عايز إيه يحب ينقلهم، وهم نفسهم دي خلاصة الكلام اللي فات: الإلكترونات الداخلية، إلكترونات القشرة الخارجية، إلكترونات الحرة اللي إحنا إتكلمنا عليها. وقلنا إحنا قبل كده وإحنا بنشرح العوامل التي تؤثر في التوصيلية الكهربية اللي باللور السيليكون تتميز، التي تتميز بإيه؟ بحساسياتها الشديدة للحرارة والشوائب، رفع درجة الحرارة، إضافة شوائب. هنفهم يعني إيه إضافة شوائب، هنفهم يعني إيه إضافة شوائب. إحنا عرفنا إزاي درجة الحرارة بيحصل إيه، ونقدر نوصفها بالتفصيل من أول لما تبدأ الروابط تتكسر، تنطلق إلكترونات، وبعد كده يحصل تبدأ الإلكترونات الحرة تزيد، وبعدين يحصل موضوع يحصل الاتزان الحراري أو الاتزان الديناميكي. وعرفنا إن عدد الروابط اللي فيه عدد الروابط اللي بتتكسر بتبقى على قد عدد التئامات ليها، عدد الفجوات قد عدد الإلكترونات الحرة في وقت معين، وإدينا أمثلة ليها، وعرفنا حركة الإلكترونات وحركة الفجوات عكس بعضيهم. وهنبدأ نتكلم، ده كان في درجات الحرارة، وعرفنا إن عندي ثلاث أنواع من أنواع الإلكترونات، لكن إحنا هنبدأ نعمل حاجة اسمها إضافة الشوائب من عناصر أخرى للبلورة النقية. إضافة، هنفهم الفكرة بتاعتها، أنا عايز أوفر، الهدف منه أزود إلكترونات حرة أو أزود فجوات، هنتكلم عنه بالتفصيل.